يعد سوق صقر من أقدم أسواق الشارقة القديمة، حيث تتجسد فيه أصالة الماضي وعراقة الحاضر، فهو يحمل بين جدرانه ملامح الحياة القديمة ورائحة العراقة، فقد اختزن حياة الناس الذين جلسوا في دكاكينه وقلبوا معروضاته. سوق صقر معروف مو الحين، يعني من زمان سالم السنين، والله روحنا سالنا احنا فوق 30 35 سنة عندنا محل بالسوق قديم سوق صقر. الحمد لله في اقبال عليه ايام العياد وايام غير الاعياد، الحمد لله من جميع انحاء الدوله، من خورفكان، من الفجيره، من ابو ظبي، من دبي، الحمد لله كلهم موجودين على السوق. الحمد لله حركه السوق زينه، السوق ما شاء الله الحمد لله يعني زين مرتبينه، الوالد الشيخ سلطان ما مقصر مصلح السوق ومغير يعني اشياء وايد في السوق. يعني السوق الحمد لله ما في شيء قصور، كله الحمد لله بخير وبركه، والشيخ ما قصر بالنسبه للبنيه التحتيه فعلا. يعني كم 3 سنوات قبل ما كان كذي، 4 سنوات قبل الحين الحمد لله بخير وكل شيء، ما قصر الشيخ، فالبيع بعد الحمد لله صار احسن. يقع السوق بمحاذاة خور الشارقة ويعرف شعبيا باسم سوق محمد بن صقر، ويقدم السوق أفضل الخدمات بعد إعادة ترميمه، حيث يضم العديد من المتاجر الكبيرة وأفضل المنتجات من الملابس والإكسسوارات العربية والعطور وغيرها الكثير. نعم أنا بجي السوق هذا دائما، وخاصة في المناسبات مثل الأعياد ورمضان، لأن الصراحة بحصل جميع الأغراض اللي محتاجها ومستلزمات الأهل والهدايا، ما شاء الله السوق أكثر من روعة. أنا بقي كل سنة هنا، بشتري ملابس، بشتري حق ناس بالمغرب علشان أنا مغربية، وبجي هنا عند بنتي وبشتري حاجات للمغرب، وبشتري كل حاجات اللي بحبها بلاقيها هون، وكل سنة وأنتم طيبين. والله أول مرة أجي السوق، وبصراحة يعني عجبني، أنا سمعت عليه وجيت، فبصراحة منتجات حلوة وأسعار حلوة كمان، أخذت كندورة للبيبي وكندورة ليا، وأسعار كانت حلوة بصراحة، أسعار مناسبة، وهلا بدور له على الصندالة عشان يروح بيت جامع. يستقطب سوق صقر زواره ومتسوقيه خاصة في الأعياد والمناسبات بأجواء تتناغم وروح التراث الأصيل، لتوفيره تشكيلة كبيرة من كافة منتجات ومستلزمات الأسرة الفرد، بالإضافة إلى عدد كبير من المتاجر الكبيرة والخدمات والمرافق. يعني أجيت على السوق أنا يعني عشان كل حاجتي بأخذها من هون، أنا كل أغراضي من هون بأخذها، وكويس وما شاء الله عليه. أي والله كل أغراض يعني بأخذ منه 100 100 السوق. أنا جبت أغراض العيد من هنا، نعل وشنط وأغراض وملابس من هنا. جبت نعال وكندورة طربوشة طاسيمة، عيدكم مبارك. سوق الجديم اشتريت لنا نعل وشنط ويعني هالأشياء. سوق صقر سوق شعبي يعد جزءاً من مكونات الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وشرياناً حياً يصب في قلب الإمارة الباسمة.